نكمل الآن حبايبي حل آخر سؤال موجود لدي صفحة 143، وبحله نكون قد انتهينا من حل جميع تمارين الدرس. سؤال 4 صفحة 143، نقرأ السؤال مع بعض. السؤال بيقول لي: نقش رسام تصميما على قطعة خشبية لتزيين واجهة قاعة في فندق. في عنا يا خامس هاي الواجهة الخشبية بهذا الشكل، في عنا رسام إجا علشان ينقش لهم عليها علشان يزينوا واجهة الفندق، تمام؟ طيب عادي، هذا عندي شكل القطعة الخشبية ومعطيني إياها بالأبعاد وبالأطوال. إذا كانت تكلفة المتر المربع الواحد من القطعة الخشبية 20 دينار، الفندق لما إجا يشتري هاي القطعة الخشبية اشترى المتر الواحد منها، المتر الواحد المربع منها كان ثمنه 20 دينار. أيضا دفعوا أجرة للرسام على النقش عليها 1000 دينار، فبسألني في نهاية السؤال ما تكلفة القطعة كاملة. طبعا عشان أحسب تكلفة القطعة كاملة، أول شيء هو حكى لي إنه المتر المربع الواحد منها 20 دينار، معناها كيف بدي أعرف بكم اشتروها، كم ثمنها؟ على حسب كم مساحتها، على حسب كم مساحتها، كم متر مربع فيه بالمساحة رح نعرف كم ثمنها، وبعدين نضيف إليها أجرة الرسام. معناها إحنا كخطوة أولى في حل السؤال لازم بالبداية أوجد مساحة اللوحة، طيب حنبدأ نشوف كيف أنا ممكن أقسمها. زي ما حكينا لو طلعنا على الشكل كله بشكل عام، أنا ما عندي شكل هندسي معروف بهذا الشكل وبقدر أوجد مساحته، فإيش رح أعمل أول خطوة؟ إني أقسم الشكل إلى أشكال، تمام؟ أنا حابة أقسمه إلى هذه الأشكال، رح أضع خط هون وأيضا أضع خط هون، فبهذه الصورة رح نيجي إحنا على الشكل ونضع الخطوط. عندي هذا، عندي أول مكان رح أضع فيه خط بهذا الشكل هون يا خامس، تمام؟ عاملهم بالأحمر، وأيضا عندي كمان هون رح أحط كمان خط وأفصلهم عن بعض بهذا الشكل. فهيك صار عندي. أنا طبعا ما بقدر أحكي مستطيلات أو مربعات على بين ما أجيب الأبعاد، لكن صار عندي 3 أشكال، شكل 2 3. طبعا بعد ما أقسمهم شو لازم أعمل؟ لازم أجيب بعدين لكل شكل. شو يعني بعدين؟ يعني طول وعرض. قبل ما نبدأ نجيبهم، طبعا واضح إنه عندي في كتير أضلاع متطابقة عن طريق الشرطات، بدي أعرفهم، تمام؟ عن طريق إيش؟ الشرطات. طبعا أنا هون معطينيها بالكتاب إنه هي هذا الطول عندي 2 متر، من الكتاب معطينيها. طيب نبدأ الآن نشوف مع بعض. شوفوا يا خامس، معطيكم هون شرطتين مس، مين في ضلع عليه نفس شكل الشرطتين؟ هذا الضلع. فمعناها من قبل ما أبدأ، بما إنه هذا الضلع عندي من هون لهون 5 متر، وانتبهوا إنه عليه سهم بالعرض 5 متر، معناها أيضا هذا الضلع من هون لهون كم طوله؟ 5 متر. فرح أجي على طول أحط هون 5 متر. طيب معطيني برضو إنه هاي القطعة الصغيرة من هون لهون بتساوي هاي القطعة الصغيرة اللي هي من هون لهون، معطيني انه هاي طولها 2 متر، معناها انا حعرف انه هاي ايضا طولها 2 متر. ايضا معطيني 3 شرطات هون وهون 3 شرطات، ومعطيني انه هذا الضلع طوله 4 متر، معناها اكيد هذا الضلع اللي زيه عليه 4 شرطات طوله 4 متر. إذن هاي أنا عرفتهم، اللي بالأحمر أنا كاتبتهم. من وين جبتهم؟ جبتهم من السؤال نفسه، لأنه معطيني رمز الشرطات على الأضلاع المتطابقة، فأنا من هون عرفت مين الأضلاع اللي بيساووا بعض. وطبعا أنا قسمت الشكل، هلأ حبدأ أجيب أبعاد كل شكل. نيجي على الشكل الأول موجود هون عندي أمامي، كتير سهل، أبعاده واضحة. عندي هذا البعد 4 وهذا البعد 5، إذن واضح إنه مستطيل وأبعاده معروفة، فرح أسميه مستطيل 1، تمام؟ طيب نيجي على أيضا الشكل اللي هون موجود عندي، أيضا أبعاده واضحة، من هون لهون عندي 4 ومن هون لهون عندي 5، فأبعاده واضحة فحسميه مستطيل 2. مين باقي عنا؟ باقي اللي بالنص، باقي الشكل اللي بالنص. نيجي عليه نشوف أبعاده، تمام؟ هون بدنا نشتغل شوي بالأبعاد. يلا نبدأ. أول شيء بدنا نجيب هذا البعد يا خامس اللي هو باللون الأحمر، تمام؟ من هون لهون. حتقولي مس أنا حستعين باللي بقابله،
اللي بقابله كامل من هون لهون أربعة، يعني أن هذا من هون لهون حتقولي مس أربعة، تمام؟ لأنه هذا اللي بقابله أربعة وهون أنا بدي هذا الضلع، تمام؟ بدي هذا الضلع، فاللي بقابله كامل من هون لهون أربعة. طيب هذا الضلع من هون لهون كم؟ بدنا نشوف. معناته عندي من هون لهون كاملة أربعة. طب هو معطيني إنه هذا الجزء إحنا عرفنا إنه اثنين، طيب كم ضل من الأربعة؟ فحنقول أربعة هذا كله أربعة ناقص هذا الجزء الصغير اثنين حيضل لي المتبقي لهذا الضلع. إذن أنا حعيد مرة تانية، بدي أجيب الشكل في الوسط نعرف أبعاده. فبدأنا بأول بعد اللي هو باللون الأحمر، الخط اللي باللون الأحمر. طيب مين رح يدلني على طوله؟ الضلع المقابل له. الضلع المقابل له كامل من هون لهون أربعة متر، كامل أربعة متر. طيب معناها حتقولي مس هذا طوله كله من هون لهون برضو أربعة. طب بس أنا بس بدي لهون، بقولك شيل منه الجزء الزايد، كم الجزء الزايد؟ الاثنين. فرح يكون هذا أربعة ناقص اثنين، فرح يكون عندي هون اللي فوق هذا بس اثنين. وفعلا لو اجينا قلنا، مش قلنا هون أربعة معناها هذا كامل أربعة، اثنين زائد اثنين فعلا أربعة. طيب نيجي على هذا البعد اللي هون موجود عندي، بدنا نعرف كم هذا البعد، تمام؟ يلا هنيجي نشوف، هنقول هذا البعد إذا جينا نستعين باللي بقابله ما في إشي بقابله هون، تمام؟ طبعا هاي الاثنين اللي بالطول شايفين السهم، ما في إشي هون هذا بقابله. طب من وين بدي أعرف؟ طيب هنيجي نقول إحنا عنا معطيني هو مش هاي الجزء الصغير بس، لا معطيني هذا الجزء الكامل، قال لك من هون لهون 8، قال لي من هون لهون 8. طب بما انه من هون لهون 8 معناها برضو من هون لهون كامل 8. طب مين زايد عنا زيادة؟ هلا شوفوا معي، اذا حكينا احنا بدنا هاي القطعة الصغيرة فما قادرين نجيبها لحالها، ليش؟ انه معطيني الطول كامل، قال لي من هون لهون كامل 8، لكن لحد هون، لحد هون عنا 5. لحد هون الطول كم؟ 5. نحن عارفين انه كل ضلعين متقابلين متطابقين، فمن هون لهون 8. طيب هاي 5 معناها لحد هون هاي 5. طب كم ضايل للخمسة عشان تصير 8؟ هنقول 8 ناقص 5 فرح تطلع هاي 3 متر. إذن حعيدها مرة تانية، احنا بدنا هاي الشقفة الصغيرة بس، تمام؟ فأنا كيف بدي أجيبها؟ أنا عندي طول الضلع كامل من هون لهون 8، طب أنا بس بدي هذا الجزء الصغير، فمين بدلني عليه؟ منقول من هون، من هون لحد هون كم؟ 5. طيب كم ضايل للخمسة لحد ما تصير 8 اللي هي 3 متر؟ فلأ 3 زائد الخمسة فعلا 8. فهيك إحنا صار عندنا برضو هون جوا مستطيل، حنسميه مستطيل 3. الآن رح أبلش بخطوات الحل. طبعاً حيكونوا أول خطوة حنوجد الأشكال اللي إحنا قسمناها، فرح أقول مساحة المستطيل 1، هذا المستطيل 1 هي أبعاده 4 و5، فحنقول 4 × 5 حيساوي 20، وطبعاً الوحدة المستعملة بالسؤال متر. بعدين حجيب مساحة المستطيل الثاني، تمام، اللي هو أيضا أبعاده 4 و5، هيكون جوابي 20 متر مربع. الآن رح نجيب أيضا مساحة المستطيل الثالث اللي هو عنا جوا بالوسط اللي هو أبعاده 2 و3، فحنقول 2 × 3 تساوي 6 متر مربع. صار عندي 3 مساحات، الآن بجمعهم، فرح نقول مساحة الواجهة الخشبية، مساحة الواجهة، تمام، اللي هي الأعداد اللي إحنا المساحات اللي حسبناها، 20 × 20 × 6 ويساوي 46 متر مربع. إذن أنا هذا كله عملته بس علشان أوجد مساحة هذه الواجهة. طيب نبدأ الآن نشوف إيش طالب مني كان بالسؤال، قال لي كم كلفتنا هاي القطعة. هلأ أجرة الرسام لحاله، كأجرة إيده لما إجا رسم عليها أخذ 1000 دينار غير ثمنها لما اشتروها.
غير ثمنها لما اشتروها. اذا هي شو كلفتهم؟ كلفتهم ثمن شرائها، ثمن شرائها، وكلفتهم تكلفة الرسام لما رسم عليها. الرسام لحاله أخذ 1000 دينار. طب بكم اشتروها؟ هو قال لي بالسؤال إنه المتر المربع الواحد فيها، المتر المربع الواحد فيها كلفهم 20 دينار. طب هي كم متر مربع فيها؟ كم مساحتها؟ هي مساحتها 46 متر مربع. إذا هذه الواجهة فيها 46 متر مربع، وقال لك إنه المتر المربع الواحد ب20 دينار. إذا شو راح تكون تكلفتهم؟ إذا كم تكلفة الواجهة كاملة أو القطعة كاملة؟ راح نقول اللي هي 46 متر، ثمن المتر الواحد 20، تمام؟ طيب زائد تكلفة مين؟ الرسام. كم الرسام أخذ؟ 1000 دينار. فطبعا كأولويات عمليات حسابية أول شيء نضرب بعدين منجمع، فرح نيجي نضرب 46 ضرب 20، طبعا الصفر بنزل، 46 لو ضربناها في 2 حتعطيني 92 زائد 1000 دينار، تمام؟ فحيعطيني 920 زائد 1000 1920 دينار كلفتهم هذه الواجهة، ثمن لشرائها زائد تكلفة الرسام. تمام حبايبي، هيك بنكون انتهينا من درس مساحة المضلع بحل تمارينه. أرجو منكم تدوين هذه المسائل اللي تم حلها اليوم في الفيديو، يجب أن تدون على الدفاتر. اليوم ما رح يكون في واجب لأنه عندكم إن شاء الله بكرة امتحان. بتمنى لكم التوفيق، وأي سؤال أو أي استفسار أنا موجودة حبايبي، ويعطيكم ألف عافية.